طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور جرجس الجولي، رئيس قسم النحت اصابه بكليه الفنون الجميله جامعه المنيا، ونحاتم السيده العذراء بدير درونكا او دانك، هنعرف منه كمان النطق الصحيح، هنعرف منه كمان كافه التفاصيل عن هذا التمثال. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. خلينا في البدايه نعرف من حضرتك يعني الفكره جت منين، ايه السبب للتفكير اصلا في تصميم تمثال بهذا الشكل الكبير، وزي ما شفنا الصور دقيق جدا الحقيقه. الحقيقه ان دير درونكا يعتبر من اكبر الاديره اللي بيأمها زوار في خلال العام، يعني بيزوروا حوالي 4 مليون زائر، وده رقم كبير قوي، ويعتبر من الاديره المهمه واخر محطه في مسار العائله المقدسه. وطبعا في اطار الاهتمام العام بمسار العائله المقدسه، وباعتبار دير درونكا ده دير مهم والنقطه الاخيره في هذا المسار، نيابه الانبا يوانس مطران اسيوط اللي هو رئيس الدير اقترح علي من سنتين، قال لي عايزين نعمل تمثال ضخم للسيده العذراء هنا. هو الحقيقه الاول كان مجهز قاعده في احد جوانب الدير صغيره كده يعني عشان يعمل تمثال صغير، انما لما يتعرف عليا في اثناء فتره تطوير المغاره بالدير عليت سقف الطموحات. طيب يا دكتور، يعني من قاعده لتمثال صغير لقاعده تقريبا بارتفاع 15 متر، وبنتكلم في تمثال ارتفاعه 9 متر، فحضرتك عليت سقف الطموحات لدى الموجودين في الدير. هو تشجع يعني. سيادة لما لقى في امكانيه ان يتعمل بالحجم ده، يعني انا يعني كنت عملت يعني في سابقه اعمال بهذا أكيد. النمط، يعني انا كنت عملت التماثيل اوبرا عايده اللي اتعرضت في سفح الهرم في 97، وده كان مهرجان كبير قوي يعني. ده حقيقي وتاريخ حضرتك معروف يا دكتور، وتاريخ مشرف يعني. عاوزين نعرف من حضرتك التمثال ده استغرق وقت قد ايه؟ الوقت اللي استغرقه في التصميم والنحت. الحقيقه هو خد 3 شهور، وده يعني بالنسبه للحجم الكبير ده، يعني انا ممكن ال3 شهور دول تاخد يعني لو الامور يعني 3 شهور بكام ساعه؟ ما هو 3 شهور ممكن يكون في عمل متواصل ليل بنهار يعني. بالتاكيد هو كان في عمل متواصل، لان الحجم كبير، والحجم الكبير بيبقى محتاج السيطره عليه. صحيح. يعني والتفاصيل طبعا والنسب والعلاقات يعني، فده يعني بيحتاج طبعا وقت. ال3 شهور ده يعني بالنسبه للتمثال الكبير ده مش رقم يعني. يعني لما بيبقى بورتريه شخصي يعني بتلاقي الفنان ممكن ياخد له فيه شهر. انا قلت حضرتك هتقول لي سنه او اتنين يا دكتور. لا سنة ولا اتنين، لا اعتقد سريع. اعتقد هنا يا دكتور الخبرة وفكرة اللي حضرتك زي ما قلت ان انت عملت حاجات زي دي كتير، ففكرة هي دي عامل بقى الممارسة والخبرة بيظهر هنا علشان الوقت. السرعة، انا كنت نفذت تمثيل لشهداء ليبيا، ودول 21 تمثال خلصتهم برضو في نفس الوقت، ما شاء الله خلصتهم في 100 يوم، يعني زائد تمثال كبير 4 متر تاني، زائد اننا نحت وصب ومش عارف ايه وتركيب وتلوينه، يعني وامور اخرى كتيره متعلقه بالنحت، لان النحت مشكلته مش في ان انا انحت النموذج بس، في مراحل اخرى متعلقه بانتاج الشكل النهائي للتمثال، فالوقت يعني عنصر مهم طبعا اكيد. لا هو فكره الوقت، انا بالنسبه لي انا صريح في الوقت يعني، عشان انما الـ التمثال ده يحتاج زي ما بتقول وقت، انت زي ما انت بتقول بيحتاج وقت اطول يعني عشان ضخم، انما يعني احنا بقعد مع التركيز، وما انا فاهم انا الحته دي اللي بقطعها قد ايه واللي بضيفها قد ايه والتفاصيل داخل فيها على طول بشكل مباشر. هل يا دكتور كمان الماده المستخدمه بتختلف من تمثال لاخر حسب حجمه، وهل دي اللي بيبقى ليها علاقه بفكره حتى الدقه والسرعه، في حاجه ممكن تسهل عليك اكتر، ماده معينه تسهل عليك اكتر النحت وتوفر وقت؟ وكمان عايز اسال حضرتك على فكره نقل التمثال من مكان تصنيعه للقاعده الخاصه بيه في الدير في اسيوط، طبعا حجم كبير جدا. اتفضل. خلينا بس الخامه المناسبه للحجم، يعني الحجم بيفرض الخامه اللي ننحت بيها. لان يعني الخامه الحجم والتفاصيل بيفرض، الاثنين بيفرضوا نوعيه الخامه اللي يحتاجها الفنان، يعني انا ممكن ابقى عايز اعمل تمثال مثلا على الخشب الاقي نوعيه الخشب دي ما تطلعليش التفاصيل.
فاضطر اختار نوعيه مختلفه. فانا بتتغير الخامه على حسب ايه معطيات الشكل وحجم الشكل والتفاصيل بتاعته. فكانت خامه الفوم في عمل النموذج الاصلي دي خامه مناسبه، باعتبار ان هي يعني كانت سهله النحت، ممكن احصل عنها باحجام كتيره، يعني الاقي بلوكات بحجم كبير برضو على حسب الكثافه مقدر اطلع تفاصيل فيها. يعني هي كانت الخامه المناسبه جدا والعمليه لانجاز هذا التمثال. فبعد كده يعني بعتنا عملنا قالب للتمثال، وفي القالب بيتصب شمع الاول، وبعد الشمع بيتعمل حاجه اسمها دليك او قالب تاني للشمع، وبعدين دكتور المراحل اللي حضرتك بتتحدث عنها دي، هل كان في شركاء مع حضرتك في تنفيذها، ولا حضرتك بتشتغل بشكل منفرد؟ هو بالنسبه هو العنصر الرئيسي في الموضوع المفترض النحت، النموذج الاصلي اللي احنا بنشتغل عليه. صحيح. فانا في نحت التمثال او في نحت اي تمثال ما بعتمدش على اخرين في النواحي الفنيه خالص، النواحي العضليه، المجهود البدني، ان انا الشغل الزياده مثلا شيل دي انقل دي هات دي الحم دي ركب، يعني ايه الحاجات اللي هي ايه اللي هي محتاجه مجهود بدني بعتمد فيها على الاخرين. نعم. عشان كده كنت جايب معايا عمال يعني يعني انما حتى سريعا يعني بس يا دكتور، عشان انا عاجبني المكان واللوكيشن اللي حضرتك قاعد فيه، الجداريه اللي وراك دي برضو من تنفيذك؟ الاعمال دي من برترهات الفيوم، مجموعه من برترهات الفيوم وبعض الاعمال برضو. نعم. والجداريه دي برضو شايفها كده، انا شايف يا دكتور. احنا عاوزين زياره للمكان ده يا دكتور، يعني تنفيذي دكتور جرجس. دكتور جرجس الجولي كده هتلاقي برضو بعض اعمال النحت البارز. لا انا بكاف كل حته، ورايا النحت، ورايا التماثيل، ورايا الاعمال الفنيه، يعني في حاله عمل رائع بنشكر حضرتك عليه طبعا يعني. واكيد منتظرين المزيد. بنشكر حضرتك الدكتور جرجس الجولي، نحات تمثال السيده العذراء بدير درنكا او درنكا.